أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: مر معنا أن قوم نوح عليه السلام اتخذوا الصور للذكرى، وفي هذه الأيام بعض القنوات الفضائية تعلق صور العلماء ويكررونه على شكل صور كبيرة معلقة على الحائط، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ أنتم تعلمون أن أكثر الفضائيات هي للتضليل الآن، ونشر الشرك ووسائل الشرك والسحر والكهانة، فلا تستبعدوا أنهم يروجون تعليق الصور والصور المعظمين من أجل أن يفتنوا الناس بذلك. وإذا رآها الجاهل راح يعلقها في بيته كما رآها في الفضائيات، هذا قصدهم، الدعوة إلى الباطل، فليحذر المسلمون من هذا. نعم.